السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة البخوف عاجل. بالنسبة للناس اللي كيقلبوا في الفيسبوك ولا في يوتيوب على كيفاش يصوبوا جددات الليكتور حسب آخر المستجدات اللي جابها المنهاج المنقح واللي هي عوض يكونوا 4 الحصص غادي يوليو غير 3 الحصص، فهاد لا فيديو غادي نحاول نعمل لكم كيفاش تصايبوا هاد لافيش بيداغوجيك وانتم كتحترموا آخر المستجدات وتقدروا تصوبوا 3 الحصص بما هو مطلوب، 30 دقيقة الحصة، بالنسبة للحصتين 30 دقيقة 30 دقيقة، والحصة الثالثة 25 دقيقة. لهذا تبعوا معايا لا فيديو، في هذا الفيديو غادي نعطيكم حتى صعوبات ديال لا ليكتور، صعوبات لا ليكتور افيك لي تريتمون ولا لي روميدياسيون، واوسي اوتر شوز هو انكم غادي نشرح لكم الفرق ما بين السيمونتيك والسنتاكسيك بالنسبه لي ديفيكولتي عندهم اوردر ليكسيكال ولا سيمونتيك ولا سنتاكسيك. تبعوا معايا فوالو، كيف ما قلت 3 سيونس 30 مينوت 30 مينوت 25 مينوت سويفي موا سيل فو بلي. فوالا هادي هي لافيش بيداغوجيك، بالنسبه لونتيت ديالها يكون بهذه الطريقه بحال كاع لي فيش بيداغوجيك، يعني ما كاينش هنا ماشي هنا كاين التغيير اللي كنهضروا عليه. في لو تيتر ديالها غادي يكون فيش دو ليكتور تيم، بيان سور نتوما ما يكونش عندكم تيم حيتاش بغيتو ديروه ديروه، لانه اكيد كيعطوكم في سيبور بروبوزي لو جور دو كونكور، مي كيعطوكم واحد السيبور راه كيكون عنده واحد لو تيم كيهضر عليه، يقدر يكون كيهضر على لو فواياج بحال اللي كانت حتى واحد العام، يهضر على لا سونتي على لونفيرونمون، بغيتو ديروه ديروه. لاكتيفيتي كيكون سميتو ليكتور، الانتيتولي اكيد كيكون عندكم داك السيبور اللي عطاو لكم كيكون فيه الانتيتولي، يعني العنوان ديال داك السيبور اللي عطاو لكم لو تكست. وكندوزو لمرحله مهمه واللي هي الاوبجيكتيف اللي كيعطوكم عليهم النقاط، كيفاش ديروا تصاوبوا لي زوبجيكتيف. كتعرفوا بان في فيش بيداغوجيك ديما لي زوبجيكتيف كنبداوهم بانفينيتيف، يعني الكلمه الاولى كتكون مصدر داكوغ، الفيرب ها هو حتى هنا كيكون في الانفينيتيف. ليغ ان تكست كيكون ضروري من اهداف القراءه انك تقرا ان تكست. تكست هنا خصك تكون انت على درايه بالنوع ديال لو تكست، واش انفورماتيف ديسكريبتيف ناراتيف ولا بريسكريبتيف. هنا انت خصك تكون قريت شويه على هاد لي تكست، عندك معلومات عليهم باش لو جور ديال ليكزام ما تحرفلكش. انا غادي نختار لكم، راني دورت عليه هنا بالاحمر، غادي نختار لكم تكست انفورماتيف. وهاد التكست انفورماتيف غادي نوريكم كيفاش كيداروا لي زوبجيكتيف ديالو، وحتى هاد لي تكست هادو بثلاثه اللي بقاو في الاخر لا فيديو غادي نوريكم جوج ديال لي زوبجيكتيف بالنسبه لكل نوع ديال لو تكست يقدروا يعاونوكم. اذا كان عندكم تكست انفورماتيف فكاين يكون لي زوبجيكتيف بهذه الطريقه، ليغ اي كومبروندغ ان تكست انفورماتيف، ليغ كومبروندغ ان تكست انفورماتيف، روبيري او ريليفي دي انفورماسيون بريسيز دون ان تكست. يعني انت الهدف ديالك غيكون من داك الدرس ديال القراءة اللي هو فيه نص انفورماتيف اخباري كيقدم لينا معلومات، هاد النص الاخباري اللي كيقدم لينا معلومات انت اكيد خصك التلميذ يكون يقراه يفهمه، وثانيا يغوبيغي غولفي يعني يخرج لينا يستخرج لينا معلومات محددة كتطلب منه في لي كيستيون. اكيد كيطلبوا منكم تمونسيونيو حتى لو ماتيريال ديداكتيك، يعني الوسائل الديداكتيكيه اللي غادي تحتاجها في تقديم هاد لا لوسون ديالك. اكيد كتحتاج ليفري دو ليليف، يعني كتاب او كراسه المتعلم لي مانيول سكولير. هذا انت اون طونكو كتخيل انك انت كتقدم هاد الدرس في لا كلاس، وهالوسائل الديداكتيكيه اللي تحتاجها كيكون عندك كتحتاج دوكيمون، يعني وثائق دي دوكيمون و لو طابلو سبوره و دي فوتو دي زيماج كتعاون بهم. وهنا الموضوع المهم اللي هو كيف قلنا لا دوري، المده اللي تبدلات ومي تبدلات، تبدلوا حتى لي سيونس لي طاب، تبدلوا الاسماء ديالهم ماشي كلهم ولكن تبدلات الاسم ديال لي زيتاب في لا لوسون، وحتى لي كيسيون كيلكو زيتاب ولا كيلكو طاش تنقصوا ولا تدمجوا. ريغاردي وانتم غادي تشوفوا معايا في لو ريست ديال لا فيديو وانتم غادي تفهموا. Donc des rues, pardonnez-moi, j'arrive même pas à prononcer correctement, mais durée de séance 30 minutes. Et un itinéraire très calme. Ou le reste la durée d'elle a 25 minutes. D'accord, on est d'accord pour la durée. Et là, je comme le problème de la durée, je dis les séances, itinéraire très calme, ça ou séance une heure, 25 minutes. Voilà qu'un deux de la fiche pédagogique. On a head la fiche pédagogique. يعني كنسميو لي زاكتيفيتي ولا داكشي اللي كيدار فيها كنعطيوها واحد لو نون
سميتو بروسيسوس انسينيومون ابرونتيساج. بروسيسوس انسينيومون ابرونتيساج سا فو دير كوا؟ سا فو دير سيرورا اللي غادي تمشي بها الدرس، سيرورا الدرس. وفي هاد الجداده اكيد انت كتخاصي لا بارتي اللي خاصه باكتيفيتي دو لونسينيون، يعني الجزء اللي خاص بانشطه الاستاذ، انت شنو غاتطلب من التلميذ داك الحصه، واكتيفيتي دي زيليف الانشطه اللي غادي يجاوبوك بها ولا يتجاوبوا معاك لي زيليف في هاد لا لوسون. وهنا عندي موداليتي ولا غروبمون. موداليتي يعني طريقه ديال اللي كي تخدم بها الدرس، وكيفاش كيشاركوا التلاميذ، وكيفاش كيكون طريقه التعاون او العمل داخل القسم ديال داك التلاميذ، يعني غروبمون ديالهم لو موداليتي ولا غروبمون كيفاش كيتجمعوا. دونك ودابا غادي نبداو هنا كنبداو نديرو لا بروميير سيونس، سيونس واحد اللي فيها 30 دقيقة. هاد لي سيونس كتكون افون لا ليكتور، قبل ما يبداو يقراو السيبوا، قبل ما يبداو يقراو لك التلاميذ لو تيكست، قبل ما يبداو يقراوه لك. هاد سيونس كتسمى افون لا ليكتور، كتسمى اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت. انت التلميذ يلاه غادي يبدا يراقب ليك وبدا يكتشف ليك شنو كاين، فعادي يدوز معاك لا باغ اون بو دير ليتاب دو لا ليكتور. نكملو فهاد لا سيونس ديال افون لا ليكتور و ليتاب لي سميتها اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت. انت شنو كيكون عندك؟ نورمالمون عندك لي زيلوستراسيون، دي زيلوستراسيون كيكون يقدر يكون على سو فورم دي ديسان ولا شي حاجه. لو تيتر، يعني انت تخدم على لو تيتر دو تيكست، راح يعني غادي يراقبوا لك ويشوفوا لك لو تيتر دو تيكست، ولا السورس اللي كاين لتحت اللي مأخوذ منها هاد لا لوسون ولا هاد لا بارتي ولا هاد لو تيكست، من مأخوذ اكيد عنده كيكون هو مأخوذ من عنده مرجع ولا هذا من تخدم. دونك انت هادو هما لي بوان اللي غادي تخدم عليهم في هاد لا سيونس 1. دونك اول حاجه كعليك كاستاذ غادي تقول لهم لو جور دو كونكور، انا جو دوموند او زيليف، جو انا ما غاديش ندير ايل بحال اللي كيديروا لي زوطخ في لي فيش بيداغوجيك، لان نورمالمون انت كدير لافيش بيداغوجيك انت اللي كدير افيك لا توش بيرسونيل ديالك تو سامبلومون، ونورمالمون خصك دير لو برونون جو باسكو تو بارل دو فو ميم. دونك جو دوموند او زيليف دوبسيرفي لو تيكست بروبوزي اي لي زيماج. نورمالمون انتوما لو جور دو كونكور ما كيكونش عندكم لي زيماج، ولكن انت نورمالمون كتقول اوبسيرفي لو تيكست بروبوزي اي لي زيماج. دونك ليليف في المقابل شنو خصو يدير؟ خصك تجاوب اي لوبسيرف لو دوكيمون، اي نقدروا نكتبوا زعما اي لوبسيرف لو دوكيمون كيراقب لينا لو دوكيمون اللي قدمناه ليه، ولا اي لوبسيرف اتونتيفمون لو تيكست اي ليماج، يعني هنا كيراقب معايا بانتباه لو تيكست و ليماج. لو دوزيام بوان بيان لا اون بو دير ليتاب 2، جو لي امين ا فورمولي دي هيبوتيز على دي كيسيون سويفونت. فهاد ليتاب اللي سميتها اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت، خصك تعرف بان التلميذ من غادي يراقب لك وغادي يشوف لك ويشاهد ويرد البال، فهو كاين واحد الهدف من هادشي، هو ان التلميذ يبدا يخدم ليماجيناسيون ديالو وبدا يحاول يبروبوزي معاك ولا يفورمولي معاك دي زيبوتيز فرضيات، علاش غادي يهدر هاد النص اللي مازال ما قريناش افون لا ليكتور. داكوغ جو لي زامين كنحاول نجر التلاميذ اللي عندي انهم ولا نجرهم يطرحوا ليا ولا يقترحوا عليا لي زيبوتيز ديالهم، يبروبوزيو لينا لي زيبوتيز ديالهم علي دي كيسيون، ضروري كيكونوا دي كيسيون. هنا انا طبعا درت لكم لافيش بيداغوجيك جينيرال، يعني عامه تقدر تحفظ هادشي ويجيب لك ربي تيسير فوالا وتجاوب هادشي، لان نورمالمون لي كيسيون اللي حطيت لكم هنا جينيرال. اكيد في اي تكست كيكون غادي تسول كيلي لو تيتر دو سو تكست، هذا سؤال جينيرال نعقل عليه فوالا، اكيد غادي تسول على عنوان النص، دو ايتي ليكستري احنا رجعنا لا سورس من تخدا هذا النص، كيلي لو نو دو لوتور يعني شكون اللي الف لنا هذا النص كيكون تا هو لتحت حدا لا سورس، دونك التلميذ خصو يكون اصلا معلم في لا كلاس يجبد ليا هادشي. واتو نافي هنا لي كيسيون اللي عنده علاقه بهاد لا فورمولاسيون ديال لي زيبوتيز. اتو نافي هنا كتسول على لافي ديال لونفون ولا ليليف، كتسول على الراي ديالو، اكوا لا اتو نافي دو كوا سو تيكست فاتيل بارلي، علاش غادي يهضر لينا هاد لو تيكست، و لو تيكست اي كومبوزي دو كومبيان دو باراغراف، لو تيكست كيتكومبوز علينا شحال فيه من فقره. هنا التلميذ هاد الاسئله كنت قلت لكم راهما كيطرحوا في كاع لي لوسون، باردوني ما زعما كاع مع لي تيكست كاملين غادي يكونوا فيهم.
هنا كيجي لونفون كيقول انا قلت ليه لي زيبوتيز دونك اوتوماتيكمون خصو الفورميل الفورميل باردوني مو راه جو سوي تيلمون فاتيكي باسكو حتى يلاه جيت من لاكلاس والله تعيان وكنعاود لكم لا فيديو الفورميل دي زيبوتيز على دي كيستيون بوزي كيحاول يفورمولي معايا لي زيبوتيز بالاعتماد على لي كيستيون اللي انا كنطرحهم ليه وهنا ملي كنبدا نطرح ليه لي كيستيون نورمالمون ليليف ايل ريبون او كيستيون وهنا اللي كيفاش غادي يجاوب على لا كيسيون كيكتب لو تيتر اي لي لي تيكست ريم هنا غادي من تخدا هذا النص ها هو نكتب انا هنا قال لك لو نون دو لوتور نكتب سي ها هو لو تيكست il va parler de كذا 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 دونك سا فيدير لي شوز كي لي مونسيوني دون لو تيكست و سو تيكست اي كومبوزي دو لا موداليتي دو ترافاي كتكون ترافاي انديفيديوال باسكو لا طاش كيعملها لونفون ولا لابرونون ولا ليليف تو سول كيديرها بوحدو نكمل معاكم دابا غادي ندوزو للمرحلة الثانية ليتاب الثانية وهي كتكون بوندون لا ليكتور يعني خلال القراءة دونك حنا هنا غادي نبداو نقراو تلميذ فورمولا ليا لي زيبوتيز حاول يقترح ليا يعطيني لوبينيون ديالو يغوماركي ليا شنو كيف لي زيماج في لو تيكست دابا اجي نقراو هاد لو تيكست ونتحقو من الفرضيات من لي زيبوتيز اللي افترضتهم اي سون كوريكت او بيان نو اون كونتينيو دونك La séance 2, Ketsuma, lecture et compréhension, Khera'a ou Elfin. La tâche Lula, on peut dire la première étape qui confie un rappel de la lecture des images et des hypothèses. Nekin de l'homme tidkir, kenouin aoun trahnef, si la tchkariban, meshihouma bish me yokhdiyash le mel wakd l'haïssa. Souel ou itnein qui kono kantrahom, bish nstadkro ou la idkro esh derna la séance précédente. هنا انا جو في رياجير لي زيليف سور لي زيماج كي اكومباني لو تيكست هنا انا غادي نحاول نبروفوكي نتير التلميذ نخليه يدير معايا لا رياكسيون ديالو يتفاعل معايا من خلال طرح ديالي لشي اسئله ولا هذا على ولا نعطيه دي زيدي على لي زيماج اللي كاينه في لو كوتي ا كوتي حدا لو تيكست هنا التلميذ نورمالمون ما عند لينا رابيل شنو خصو يدير هو اي سو رابيل يتفكر de ce qui a été vu, pour reformuler les hypothèses. On a le travail qui est un travail oral et collectif. Il y a un travail oral, il y a un chemin ou un chemin qui est lever le doigt, l'enfant qui lève le doigt ou qui a telle l'opinion dialogue, la vie dialogue, ce qu'il a vraiment assimilé ou bien ce qu'il a tenu pendant la séance précédente. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. C'est lecture magistrale, lecture silencieuse. Hna, qui j'ai le stade, c'est dire qira'a, on peut dire sahiha, selima, qui a fait la ponctuation, on peut dire qui a fait la prononciation des mots correctement, ou la prosodie, etc. Gaelchi, qui compte limite, pardonnez-moi, l'enseignant qui aime lecture magistrale. Ou qui compte aïda lecture silencieuse, les cantelboam l'enfant, et Emelina lecture silencieuse. Donc, elle a normalement lecture, je fais écouter le texte. Il y a un radim tankara, snichli tlimidisme. Tlimid, tordir, je n'aurais su dire, il écoute le texte. J'invite les élèves à lire silencieusement le texte. كان حاول نقول تلامد دابا يلا قراو ليا لو تيكست سيلونسيوزمون باش التلميذ كيتعمق اكثر وكيفكر اكثر وكيبدا يتوقع دونك هنا كان بوغ ريبوندر او كيسيون دو كومبريونسيون دو فيريفيكاسيون دي زيبوتيز كيف قلت لكم هاد ليتاب كان فيريفيو فيها لي زيتاب دونك هنا التلميذ كنقول ليه انا فوالا قرا لو تيكست سيلونسيوزمون وحاول جاوب لينا على لي كيسيون بالفهم ونت كدوم لي فيريفيو لي زيبوتيز لي ديجا بروبوزي تلميذ كيف قلنا كيسمع لينا لو تيكست وكيبدا يقرا il lit le texte silencieusement le texte il lit le texte silencieusement et le texte parce que Elena répété deux fois voilà donc il lit le texte silencieusement ou il répond aux questions de compréhension فوالا نتوما اكيد كمترشحين مطالبين تعطيو مثال على هاد الاسئله ديال لا كومبريونسيون اللي غادي تقدروا تطرحوهم باغ اكزومبل هذا سؤال تا هو جينيرال كي مثلا كي واحد لو بيرسوناج شخصيه بداك لو تيكست شكون هي التلميذ اكيد غادي يكون قرا لو تيكست وعرفها سيلونسيوزمون
Où se trouve-t-il? Akid غادي يكونوا في شي بلاصه ولا ان اندروا ولا اكيد كاين شي مكان في داك لو تيكست خصو يجاوب عليه التلميذ. هادو يعني نعطيكم اسئله جينيرال يعني تقدروا تديهم معكم لو جور دو كونكور. Où vivent les personnages? Il y a des gens qui vivent, donc tu peux mentionner la ville ou le pays où ils vivent. Ou tu peux dire qu'ils jouent, le mot qui est le seul qui joue. Quelles informations dans le? Il y a un texte informatif, je nomme les informations qui sont en ligne. Ou le monsieur, le personnage, qui est en ligne, on joue. Il y a un qui est en ligne. La feuille, puis je vais vous l'explication. Tu peux me dire, voilà. Mais qu'un goût de compréhension. Tout simplement, compréhension, elle est claire. Elle n'a reçu qu'une limite qui arrive. Il y a qu'un femme lié à le texte. Radimise, l'IA, mais bien, je connais faux, je connais vrai. Donc, elle est souhaitée, elle est droite de dire, elle est un peu acquise. Acquise, ça a l'air pour la compréhension. Vrai ou faux, donc choisis la bonne réponse. Limite sur Tarlina, ou Stahih ou la Ralat. La taille trois propositions. A, B, C ou Wechtar. Elle répond aux questions. On s'est sous Alouh d'Akhor, qu'a fait le. J'der Wahed le personnage ou Akan Kun Kan ou jette les questions de la compréhension. Comme l'étape d'Yel Hadilik comme lecture et compréhension, comme l'étape pendant la lecture, il y a une séance de lecture et compréhension. Comme l'étape. On est encore dans la séance, les filles, on a 30 minutes. La séance, la première séance, la deuxième séance, 30 minutes. D'abord, on va la séance, tiens, ou la suite, le fait de continuer à la séance. Suite, voilà, on a étape 1, quand je rappelle. Étape 2, quand la lecture magistrale est silencieuse. D'abord, l'étape 3, fiha travaille sur le premier paragraphe. Non, mais je suis d'accord avec le premier paragraphe. Ou alors, qu'il y a un candidat, mais que tu as parlé que le texte proposé le jour du concours, tu as que tu as dès le texte que tu as acquis. Qui est le paragraphe à Marble Khidma. Fih des mots difficiles, fih la règle, fih des difficultés, les regards comme l'enfant. Donc, tu as que tu as dès le paragraphe, là, je confie le Khidma, on va dire, tu retires le choix, tu as le jour, tu as l'enseignant qui retire. Le paragraphe, les questions, non, rédigent les et avancer mais oui, tu as besoin de les choses. Donc, on a un angle comme premier paragraphe, mais qui compte sur un que dire lecture magistrale avec le paragraphe, limite d'ordre, mais qui se met avec la lecture, il écoute le texte, le premier paragraphe, ou l'intuition dure le choix. بعد هكا طلب منو يديروا دي ليكتور انديفيديوال دو باراغراف فيزي يعني داك الباراغراف كنا شوازي غادي نقول لهم ديروا لي ليكتور دي انديفيديوال يعني فرديه من بعدها غادي يكون اكسبليكاسيون دي كونتينو انا كنقول لهم يقراو قرايه فرديه باش يكون بعدها الشرح ديال المضمون فوالا هنا جو في رولير لو تيكست انديفيديوالمون كنقول لهم عاودوا يقراو لو تيكست انديفيديوالمون ولونفون ولا لا برونون يلي لو تيكست داكوغ. D'abord, on va la lecture et la compréhension. On va faire l'étape. On va faire la forme du texte. L'étape, on va faire les fiches pédagogiques. On va faire la lecture. Donc, on a le lexique. D'abord, on va faire le mu'jam qui dure le nas. On va faire le dans le paragraphe. On va faire le lexique. Le lexique en rapport avec le mot. On va faire le mot. كتشوف انت اللي كيدور عليها بحال لو تيم ولا اللي كيدور عليها لو تيكست غادي نقول لهم غولوفي ولا غوليف بالنسبه للونفون لي مو اللي عندهم علاقه بداك لو مو ولا اللي عندها علاقه بداك الحقل يعني المعجمي ديال هذا ديال داك لو مو يعني يدخلوا معايا في لو ليكسيك ديالها في المصطلحات والمفردات اللي عندها علاقه بداك لو مو. دونك هنا نورمالمون لونفون خصو يجاوب. هنا جيكسبليك لو مو نوفو او زيليف يعني التلاميذ من القوليه اللي هما اللي هما جداد عليهم غادي نشرحهم ليهم. نقدر نستعمل دي جيست ميميك دي جيماج دي زيتيكيت و لونفون مي كنشرح لي انا نورمالمون يل كومبرون لو مو نوفو. هنا طريقة الخدمة ترافاي انديفيدوي لي كوليكتيف. نزيد نكمل لكم في هاد ليطاب ديال ليكسيك حنا مازال في حصة ثانية. Je fixe graphiquement et orthographiquement, je suis tellement fatigué, et orthographiquement les mots étudiés et particulièrement les mots difficiles. Et non, quand je regarde les mots les moins simples, ou quand je tombe les mots, quand je tombe sur le tableau, on a déjà utilisé la tactique qui est le tableau,
وكنقول له هاد المهم وكيفاش كيتكتبوا في او نيفو ديال الغرافي يعني يعني غرافيكمون كيفاش دايرين اورتوغرافيكمون كيفاش دايرين زعما. وهكا التلميذ كيكون كيميموريزي لينا لومو كيفاش كيتكتبوا كيفاش كيتقراو حتى لو سونس ديالهم. هنا التلميذ شنو خصو يدير؟ إل إتابلي لا رولاسيون أونتخ لوغال إي ليكخي. التلميذ هنا كيربط في الدماغ ديالو كيربط شنو فهم شفهيا مع شنو هو مكتوب وكيفهم. هنا غادي ندوزو لا لونغ، يعني هنا غادي ندوزو لي ستراكتور. لي ستراكتور كنهضرو على لي فورم غراماتيكال، كنهضرو على شنو كاين في لو تكست، كيفاش مكونين لي فراز، علاش كاين هاد لي كونيكتور، زعما كنهضرو على لي مودلا دو ليزون اكسيتيرا. هنا نقدر نطرح لهم سؤال انديكي ا كيل بيرسوناج كوريسبون ان برونوم، واحد لو برونوم كيتعاود في لو تكست. انا غادي نقول للتلميذ ديالي انه هاد لو برونو هذا كوريسبون اكي لمن، يعني كيشير لمن ولا كيدل على لمن. التلميذ يل كومبرون بيان لي انفورماسيون بريزونتي دون لو تيكست. هنا كنقول جو دوموند دو ريكوبي اون فراز سبيسيفيك دو تيكست، كنقول لهم شوفوا شي فراز سبيسيفيك اللي هي متميزه ولا كتشوفوها ديفيسيل ولا عندها ان سونس ولا عندها فيها ليدي جينيرال ديال لو تيكست. داكور، فيها ليدي جينيرال ديال لو تيكست. هنا كنقول لهم ريكوبي لي فراز لا فراز، والتلميذ ريكوبي لي بارول دان بيرسوناج، وكنبقى نحلوها كنديرو زعما كناناليزيو بوركوا دار هاد لو غروب نومينال سوجي هنا وعلاش دار باغ اكزومبل هاد لي كونيكتور اكسيتيرا. نكملو في الميم ايتاب لي هي ستراكتور في لا لونغ. هنا انا جو بوز دي كيستيون تيل كو باغ اكزومبل تروف ان غروب نومينال سوجي دون لو باراغراف. قلب عليا ان غروب نومينال سوجي باش كنشوفو واش هاد ليا هاد القاعده. كيل لو سوجي دو فيرب، كنعطيه واحد لو فيرب وكنقول يعطيني لو سوجي ديالو لو باراغراف الرقم ديالو نتوما تختاروا. التلميذ هنا طبعا سؤال واحد غادي يجاوب لي، سؤال جوج كذلك. نزيد نكمل، باقي كنخدم في لي ستراكتور يعني في لا فورم في لا لونغ. غوليف دون لو تيكست دي مو دو ليزون، خرج ليا لي مو دو ليزون، نقدر نخرج لك اي ا اكسيتيرا. تروف دون لو تيكست اون فراز اكسكلاماتيف، هنا التلميذ مي كنقولو انا خرج ليا جمله اللي فيها تعجب ليكسكلاماسيون، سا فو با دير كو انا كنطلب من ليليف انه يريفيزي لا ريغل لا غرامير. كاين هاد القضيه انني كنريفيزي مع لا ريغل، ولكن تقدر داك لا فراز اكسكلاماتيف هاد لا فراز اكسكلاماتيف يكون عندها واحد اون بو دير عندها واحد لوبجيكتيف داك لو تيكست كتبينو لينا ويساعدنا في الفهم. هنا تخوف دون لو تيكست تخواز ادجيكتيف كاليفيكاتيف، كنقول قلبي على لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف ويلقاهم ليا. وهنا كنكون ساليت هاد ليتاب ترافاي انديفيدويل اي كوليكتيف، كيكون طريقة العمل فردية ثم جماعية. وهنا كنكون انا ساليت من المرحلة الثانية ديال الجدادة اللي هي ان بوتي رابيل. لا بروميير ايتاب كانت اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت، لا دوزيام ايتاب كانت ليكتور اي كومبريونسيون، ودابا ندوزو ليتاب او بيان لا سيونس نيميرو 3. هنا من بعد ما قرينا درنا لوبسيرفاسيون ديال لو تيكست، توقعنا شنو فيه، رجعنا قرينا لو تيكست فهمناه وفاليدينا لي زيبوتيز، فاليديناهم قلنا شنو كاين شنو كاين. دابا من بعد لا ليكتور كندير انا ايفالياسيون اي كونسوليداسيون. ايفالياسيون اي كونسوليداسيون كنش كندير كنقوم شنو فهموا لي التلامذ، شنو شدوا معايا في هاد الحصه ولا هاد الدرس القراءه، وكنشوف اللي عندهم دي لاكون زعما ثغرات اولا دي ديفيكولتي، وكنقويهم ليهم وكندير لهم كونسوليداسيون يعني الدعم، وكنعاونهم وكنزيد نشرح لهم اكثر واكثر. في هذه المرحله ولا هذه السيونس كنديروا رابيل دي زيدي دي دو سيونس بريسيدونت، كندير معاهم رابيل دي زيدي دي دو سيونس بريسيدونت، يعني كنفكرهم باش شنو استنتجنا الحصص جوج حصص السابقين اللي فاتوا. ورابيل دو ليكسيك اي دي ستراكتور ابوردي، رجعوا لينا شنو لقينا في لو ليكسيك واش كنا لقينا في لا لونغ لي ستراكتور ابوردي، كيفاش لي فراز سون كومبيني، شنو كاين سي جو مرابيلو بيان زعما لي كونيكتور، التيب لا فراز، لو غروب نومينال، لي فيرب اكسيتيرا. وهنا جو دوموند او زابرونون دو بوزي دي كيسيون سور لو تيكست. هنا كنطلب من التلامذ هما يطرحوا علينا اسئله على هاد لو تيكست، كيكون ترافاي كوليكتيف. كيف ما كتلاحظوا انا درت 1 2 3 4 5 6 باسكو انا اللي خصني نجاوب على الاسئله اللي بروبوزي عليا لي ليف، ولا عادي دومونديها ليا لي ليف. لي ليف البوز دي كيسيون على لو تيكست،
Que signifie le mot اذا ما كانش فاهم شي مو غادي يسول à quoi sert par exemple واحد le truc qui est le texte qui est شكون هذاك le personnage que lui arrive-t-il شنو وقع ليه comment peut-on comprendre la phrase كيفاش نقدروا نفهموا واحد la phrase نقولها شنو هي cette histoire peut-elle être vraie واش هذه histoire تقدر تكون vraie donc هنا التلميذ بدا كيتعمق ليا وكيحاول يفهم ou pourquoi علاش d'accord ندوزو الكماله ديال هاد ليطاب الثالثه ايفالياسيون اي كونسوليداسيون في هاد الكماله ديال هاد ليطاب عندنا جو دوموند دوز ابرونون سيلز اون ايمي او نو لو تيكست اي بوركوا هنا كندخل كناخذ لوبينيون ديال التلميذ شنو واش عجبو شنو عجبو في لو تيكست شنو ما عجبوش ويقول ليا جو في رياجير لي زيليف او تيكست لو اون لي زونك راجون ا دير سكي زون ايمي دون سو تيكست دير سكي نو با ابريسيي دون سو تيكست Elle exprime librement sur le texte lu. يعني التلميذ كيبدا يعبر بحريته اكثر شنو كيفهم وهذا كيعلم كي ينمي فيه انه يقدر يعبر ويعطي لا في ديالو هنا كيقول لنا il dit qu'il a aimé dans le texte شنو عجبو في le texte il dit qu'il n'a pas apprécié dans le texte et voilà donc انا ساليت لكم لا فيش بيداغوجيك فيها 3 ايتاب نديرو ريكابيتولاسيون الجداده فيها 3 الحصص الحصة الأولى فيها 30 دقيقة تسمى observation et découverte الحصة الثانية كتسمى lecture et compréhension فيها 30 دقيقة والحصة الثالثة evaluation et consolidation كيكون فيها الدعم والتقويم وفوالا حنا سالينا لافيش بيداغوجيك حسب آخر المستجدات دابا غادي ندوزو السؤال اللي كيتطرح لكم على كيفاش تبروبوزي لنا لي ديفيكولتي اللي يقدروا يكونوا عند لي زيليف شنو هما لي روميدياسيون والفرق ما بين سانتاكسيك سيمونتيك تبعمها Voilà. La question qui est traitée comme le jour de l'examen identifie deux difficultés d'ordre lexical et de autres de type syntaxique phonétique. Type de difficulté qui connaît avec lexical, يعني عندها علاقة بالمرادفات, المصطلحات الجديدة. Donc justification ou traitement. يعني لكن شنو هما les difficultés qui pourraient يكونوا عندهم علاقة بالسك lexical. Justification يعني شنو هما هاد les difficultés وكيفاش غادي نعالجهم انا نقول لكم شنو كاين ليليف ا دو مال ا ايدونتيفي و ا ريكونيتر ا مو التلميذ ما كيقدرش يتعرف ولا يعرف اشنو كتعني واحد لومو ولا شنو هي داك لومو حيتاش كيكون لي تيكست فيه لي مو جداد عليه ليليف ا دو مال ا ميموريزي ا مو نوفو التلميذ واخا شرحنا ليه بلوزيغ فوا il n'arrive pas à mémoriser واحد لومو اللي جديد عليه ليليف n'arrive pas à crier des liens entre le nouveau mot et des mots qu'il sait déjà pour l'aider à mieux le comprendre. Tlmid, كيف قلت لكم قبيلي انني كنخلي نحاول نعطي des étiquettes, des images ou le rôle مثلا واحد le pronom qui correspond à qui باش تلميذ هنا كيقدر يربط ليا علاقة بلي مو اللي كيعرفهم قدام ولي مو جداد في داخل واحد لا فراز هنا التلميذ ما كيكونش قادر يعمل هذه القضية دونك هنا كنقول كنمونسيوني من داك لو تيكست بروبوزي هاني مو ديفيسيل اللي جاوا التلاميذ On gère le traitement. Dans le cas d'une difficulté d'ordre lexical, les stratégies pour amener l'enfant à développer son vocabulaire sont. Bêche, tu me dis qu'on a une difficulté flexique. Les vocabulaires, moi, radi fait, ou le moufara dat dialo. Ou alors, exposer l'enfant au vocabulaire de façon explicite. Quand je dis le vocabulaire, moi, je kiens. d'une manière explicite باش تلميذ بهذه الطريقه كيعرف علاش كنهضروا وهاد لومو هذا اللي انت ما فاهمهاش هي شنو ولا ما كانش فاهمها كنزيد نشرح معاه اكثر كاينه مانيفيستي بار دي جيست ميميك دي سونتيمون لكن داك لومو عندها علاقه باللي سونتيمون لا تريستيس لو بونور جو سي با كوا كنشرح ليه بدي جيست لا سينونيمي لكن مرادف كنعطي مرادف كيسهل اكثر لونتونيمي الضد وكنسهل عليه الفهم ou d'utiliser des exemples mettant l'élève en scène كان عطيت التلميذ واحد الامثله من الارض الواقع كنخليه يتخيل راسو لا ايماجين راسو فداك سيتوياسيون ويفهم لينا يفهم لينا لو مو اللي كاين ديفيسيل فوالا اون كونتينيو هنا فونيتيك عندنا فونيتيك لي ديفيكولتي دون لارتيكولاسيون دي سون فونيتيك يعني عندها علاقه بالنطق بالصوت التلاميذ كيكون عنده ديفيكولتي ارتيكولينا لي سون ما كيقدرش ينطق لينا ولا ارتيكولي بيان لي ابرونون تروف دي ديفيكولتي او نيفو دو لا برونونسياسيون دي سون كي نون با دي زيكيفالون دون لا لانغ عرب كوم بي في او يو تلميذ كيلقى صعوبه ينطق شي حروف اللي هما ما كاينش المقابل ديالهم في اللغه العربيه
وهنا عاوتاني نجي نقول لي مو ديفيسيل ا برونونسي نجبدهم لو تيكست نكتبهم اليوم لو جور لو كونكور. كيفاش ندير نعاون هذا التلميذ؟ كنقول ليه عنده دي ديفيكولتي شان نقول ليه ايبولي لي لتر دامو، نقول لهم ليا تهجاهم ليا حرف بحرف هاد لي لتر ديال داك لومو اللي جاتكم صعيبه ونعلمك تقراها مزيان. فار دي زيكزيرسيس دو ديسكريمينياسيون فيزويل، كنخلي التلميذ يديسكريميني ليا هذاك لي لتر اللي كاينين في لو تابلو بدي زيتيكيت لا ليكتور سيلابيك علاش لنا كي مونسيون كي بقى يتعرف عليه ويميزو دون مانيير اون بو دير فيزويل. ودكتي فونيتيك بيرمي دو فير لو ليان انتر لا فوني لا غرافيك، نعمل مع دي زيكزيرسيس دو ديكتي وهو كيبقى يميز كيفاش كيتكتب مع كيفاش كيتنطق. سانتاكسيك ندخلنا لي ديفيكولتي سانتاكسيك. ديفيكولتي سانتاكسيك شنو هما غادي نشرحهم لكم. سانتاكسيك عندهم علاقه بطريقه تركيب الجمل، قواعد اللغه كيفاش مركبين لي فراز داك لو تيكست. سيغتان زيليف نون اوكون ايدي دي كونيكتور غراماتيكو، ما عندهم حتى شي فكره على شنو هما لي كونيكتور غراماتيكو. بعد باغ اكزومبل لي كونيكتور اكسبريمون، يعني هذا هو الربط اللي كيكونوا اكسبريمون لا كوز اللي كيشرحوا لنا السبب، بحال مثلا كار باسكو كونسيكونس دونك الور اديسيون اي دو بلوس. التلميذ ما كيكونش كيعرف هادو، ها واحد ديفيكولتي il ne parvient pas à comprendre la façon dont les mots se combinent pour former des phrases. التلميذ ما فهمش علاش ركبنا هاد لو سوجي هنا هاد لو فيرب هنا هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت هنا ولا انديريكت هنا، فما كيعرفش هادشي ما كيفهمش علاش هاد الجمله تركبات هكا. و بريزونس دو سيغتان كونستركسيون، يعني جبد من التكست اللي عطاو ليكم في الامتحان جبد منه هذاك الامثله اللي كيشوفوا اللي فيهم بروبليم بالنسبه للاليف. وهنا نجيو لو تريتمون. تريتمون ترافايي ليدونتيفيكاسيون دو فيرب، نبقى نخدم مع التلامد ديما يعني كيفاش ايدونتيفي كيفاش يتعرفوا على لو فيرب في الجمله فين كاين بلاصتو. اسوسي دي زيتيكيت سوجي افيك دي زيتيكيت فيرب كونجوغي، نربط واحد بطاقه نقول فيها دواء لو سوجي ونجيب حداها فيرب بطاقه فيها الفيرب كونجوغي الفيرب مصرف ونربطهم باش يبقى يعرف ليا لو فيرب ولو سوجي. faire connaître les terminaisons possibles selon le temps et la personne. نعلمو شنو هما لي تيرمينيزون اللي كيتحتاجو في لو بريزون لو فيتور اي لو باسي، ومع هذيك لي تيرمينيزون كيتمشاو مع لي برونون اللي كاينين كيقابل شاك بيرسون. utiliser un questionnement pertinent، نستعمل واحد نطرح دي اسئله اللي هما بيرتينون، يعني غادي يكونوا في الصميم وغادي يعاونوني نشرح لو بروبليم اللي يواجهو ليا التلامذ او نيفو دو لا لانغ pour ramener les élèves à comprendre la nature des mots constituant du groupe nominal et verbe. هاد لي كيسيون غادي نطرحهم باش التلميذ يقدر يعرف ليا علاش هنا كاين جروب نومينال هنا، وبهذه الطريقه غادي نكون دعمتهم. هنا غادي نجي نشرح لكم اكثر. الا كان عندكم تيكست ديسكريبتيف يعني وصف كيوصف ها لي زوبجيكتيف اللي تقدروا تطرحوا. ليغ ان تيكست ديسكريبتيف يعني قراءه نص وصفي. اكيد ما كيكون الوصف التلميذ اكيرير ان ليكسيك سبيسيفيك، التلميذ كيجمع ليا مصطلحات ومفردات جداد مثلا عندهم علاقه بلو لار لا بوليسيون. ولا ما كانش لو تيكست كيهضر على بحال هاد لي تيم هادو، يقدر يكون كيهضر على ديكوفرير اون بيرسوناليتي، كيهضر على كيوصف لينا شي بيرسوناليتي معروفه ولا مرموقه. ناراتيف دوز اوبجيكتيف ما يكون تيكست ناراتيف يعني سردي، اكيد ليغ ان تيكست ناراتيف ou bien tu peux lire et étudier un récit vécu autobiographique par exemple quelqu'un qui est dans la date il y a une personne ça va relever des informations précises tu sais que les médias cherchent les informations de bout en bout. Là prescriptif on a que ça va être le R objectif du texte prescriptif ouais qui connaît qu'il y a des conseils des recommandations des orientations limite que texte qui est un tout jihad dans ça eh هل لي زوبجيكتيف لي تقدروا تطرحوهم فيه. ديكوفرير ان تيكست بريسكريبتيف لا شارت باغ اكزومبل، لا شارت كيكون تيكست بريسكريبتيف مثلا كيكون في ميثاق ميثاق القسم، يعني هذا الميثاق كنكون مثلا نصورو نجيبو اليوم هيدا محطوط مع لو تيكست وكنحلو داك هذاك لو دوكيمون ديال لا شارت وكنقولو شنو فيه. دونك التلميذ كيكتشف لينا هذا التيكست بريسكريبتيف وكيكون كيعرف الهدف منه هو ان التلميذ يتسونسيبيليزا ينحسو بلا توليرونس le respect de l'autre, le droit à la différence, etc. يعني التلميذ كنعلمو انه نحسو بقيمة التسامح احترام الاخر والحق في الاختلاف. هنا نشرح لكم ديفيرونس اونتر سانتاكسيك اي سيمونتيك. سانتاكسيك سيمونتيك سانتاكسيك عندها علاقة واحد لابارتي
كتعلق بلا غرامير كي ديكري لي ريغ عندها علاقه بلا غرامير اللي كيهضر علينا القواعد ديال تركيب الجمل سيمونتيك عندها علاقه بالسونس دي مو المعنى ديال لي مو تبعوا معايا اكزومبل سانتاكس سانتاكس غادي نعطيكم اكزومبل ونشرح لكم سانتاكس شوفوا معايا هاد ليكزومبل لو شا مونج لا سوري الفاره كتاكل الفار ياكل عفوا القطه تاكل الفار هاد لا فراز راها كوريكت ولكن شوفوا معايا الثانيه لي شا مونج لي سوري هنا فوس علاش حيت هنا التلميذ نسى لي ريغل داكور نو سون با ريسبكتي ما احترمش لي لي ريغل داكور زعما لاكور في لو جونغ اي لو نومبر مثلا هنا التلميذ ما احترمش لي بانه راه كاين بلوريال و مي كي كون بلوريال حتى لي تيرمينيزون كيتبدلوا فعليها هادو علاقه بالسانتاكس شفتي عنده علاقه بتركيب الافعال الجمل دونك هنا الغلط ما كاينش لاكور il manque un s pour les chats ou le verbe manger doit s'accorder avec le sujet et s'écrire mange avec un tel sémantique il neige au Sahara qui تلج في الصحراء يعني كي تحت تلج في الصحراء هذا sur le plan de la syntaxe صحيح الجمله sujet verbe complément de chicken صحيح sur le plan syntaxe يعني القواعد ولكن ماشي كوريكت من حيث المعنى كونديسيون دو فيريتي لا جينا نشوفوا الحقيقه هاد لا فراز ما عندهاش معنى حقيقي صا يعني الثلج ما كيطيحش في الصحراء عليها كنقولوا سيمونتيك كيهتم بالمعنى ديال لي مو فوالا ها هما كيلكو فيرب باردون كيلكو زوبجيكتيف نخليكم تقراوهم لا بغيتو تستخدموهم ها هما ولا تنقلوهم هاد لي زوبجيكتيف جمعت لكم كاع اللي كاينين في لو مانيويل لا قدرتو تحتاجوهم ها هما فوالا ها هما باردوني مو ها هما الكماله ديالهم فوالا تقدروا تنقلوهم وهنا كنكون ساليت لا فيديو ديالي نتمنى لكم النجاح والتوفيق شكرا على التتبع ديالكم دعموني في لاشين بجيم وبارطاج وما تنساوش لي كومونتير تقول لي كاع داكشي اللي بغيتو والله يوفقكم نتمنى تكونوا فهمتوا لا فيش بيداغوجيك حسب اخر المستجدات والله يوفقكم